السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب؟ ده عامل ايه؟ طبعا احنا لسه جايبين حمام جديد. قبل ما نوريكم الحمام الجديد لازم نوريكم كده ايه حاجة بسيطة. بصوا، احنا قلنا في حلاوة الحمام الجديد اللي احنا جبناه ننظف عند الحمام تنظيفة رايقة. اقسم بالله مش عايز اقول لكم تعبنا قد ايه عبال ما ننظف التنظيفة دي ونفرش تحديق ونظبط المسائي كده ونخلي العش رايقة كده. وعايزين نوريكم بردك احنا عملنا ايه وهنعمل ايه تاني جديد واشترينا ايه وبيعنا ايه وظبطنا الدنيا ازاي. طبعا احنا عايزين نقول لكم على حاجه، احنا هنعمل حاجه جميله جدا. الدكر الاسترالي ده مستواه جميل مش وحش، هو لو كان بس يعني دماغه كان التقليب بتاعها اللي هو الاسترالي العدل الجميل كان يعني هيبقى جامد. بس من افهمكم على حاجه، الاسترالي ده براقبه ده من عند فوق دماغه كده لو كانت طلع افهم. ابقى امسك لكم فرد الحمام واشرح لكم عليه. استنى بس ايه نخش في الموضوع على طول. الدكر ده مستوى جميل، بس كان هيبقى مستوى جميل اكتر لو دماغه كانت التقليب بتاعها ماشي مع مش عارف اشرح لكم. عامه لازم امسك فرد الحمام وامسك دماغه واوريكم فرد الحمام ايه العيوب اللي فيه، بس هو جميل. النتايه بس هي الغلط عليه، يعني ازاي تديله نتايه رحنيه وما كان بس كان ليه هديه فركوا تسيبه. فبصوا احنا هنعمل حاجه حلوه، احنا نبيع النتايه دي وكمان هي بتقلش اصلا كده كده بيطلعوا لنا مستويات مش جميله. فاحنا لو جبنا للدكر الاسترالي ده نتايه نفس مستوى كده او ممكن اعلى ينزل لنا حاجات حلوه مثلا، او ممكن يجيب لنا في نفس المستوى ينزل لنا حاجات جميله كده زيه. تمام، النقشه ذات نفسها بتاعته جميله، والنتايه الرحنيه دي هنبيعها. فالمهم زي ما قلنا لكم كده، يلا بينا نشوف القص الجميل كده. بس عايزين قبل ما نوريكم الحلويات دي، بس في خناقة عندنا في الشارع كل شوية. بص المهم نشوف الحلويات بتاعتنا، نشوف الحلويات نوريكم بس ايه التنظيف كده. معلش بقى عايز اوريكم تعب الصراحة، دول اللي متبقيين ولا هم دول اللي متبقيين. يلا نخش على القص على طول، يلا نخش. رخمنا عليكم شوية بس ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. استنى نعدل بس ايه البتاع اللي احنا واقفين عليها دي. اهو مستويات جميلة، بنحاول نجيب لكم حمام مستويات جميلة، بنحاول نجيب حمام شخشلة، بنحاول نجيب حمام غزل، يعني بنحاول نعلي من المستوى بتاعنا شوية. انا عارف ان انا اليومين دول يعني عندي قص تحدينا اهو، عندي شوية حمام مش نضيف فاهم. احنا بنحاول نجيب مثلا قصة غزار كده، قص نضيف، ادي واحد ادي اتنين ادي تلاتة، بنحاول اللي هو ايه اسوس اللي هي تبقى نضيفة شوية. بس يعني القص دول ما شاء الله، الله اكبر، هم جوز مش قص، جوز شغالين يعني، الله اكبر يعني عليهم، جامدين معنى كلمة، واخدهم من واحد ما شاء الله يعني واحد مضمون. فجايب الجوز دول نوريكم بس الطول ده، بس هو مش بس عشان الحتة اللي ورا دي، بس هما طولهم حلو. الدكر اللي جوه النتايه اللي بره ولا ايه؟ ايوه الدكر اللي جوه اهو. يا رب يكونوا واضحين معاكم في الكاميرا وكل التفاصيل. استرالي بترتور لو اكبر، دكر اللي على اليمين، النتايه اللي على الشمال. محدش يقول لي دول نتايتين ولا دكرين، لا لا لا، الدكر اللي على اليمين والنتاية اللي على الشمال، وبس النتاية دماغها عارضة شوية، ثم جوز اهو لو اكبر. ان شاء الله بإذن الله يشتغلوا عندنا ونطلع يعني يطلعوا لنا زغلتين كده حلوين. الجوز دول عاملين 350 جنيه، هو بيبقى سعر السوري بترتور بيبقى غالي شوية يعني، وبالذات يعني مستواهم جميل مش اللي هو وحش. الغزار ده كده كده هيتباع النهارده لواحد حبيبي، اللي هيتباع لمين؟ هيتباع لواحد في الغير خضرة اللي هنا دي، هنوديه له دلوقتي ونخليه يتفرج عليه ويشوف المستويات، مستوى على قد يعني بس يلا. بصوا لسه منضفين بردك العشة، بس عملوا اسهال عشان خاطر ايه النظافة كده، لازم نبوظوا الدنيا. اللواحن بردك يعني مطلعين لي احجام ايه ما شاء الله جميلة اهو، حتى هما تقريبا هيبيضوا تاني فايه خرجوهم بره البياضه. فمره مع مره اقسم بالله هنجدد من الحمام
نلاقي مستويات جميله، ننظف من الحمام اللي عندنا. انتوا لو تاخدوا بالكم انا بدات ان انا انظف، فاهمين؟ ادي يعني جزء اهو، ادي واحد تمام نضيف، مش وحش. الكشك الاسود لازم قطيفه، مش وحشين. الاسود غزار، ده كرباز، ده هنجيب له نتايه، لان نتايه بوازه فرنسي بس ما رضيتش اجيبها. هتقول لي ايه بوازه فرنسي؟ والله يعني انا هقول لك انا لسه مصدوم برضك، انا ما كنتش عارف يعني ايه بوازه فرنسي اصلا. ادي واحد اتنين. المهم بنحاول ننضف من الحامل اللي عندنا، وفي برضك كشك امري فوق، بنحاول ننضف ونعلم المستويات اللي عندنا. ده كار الكرتون ده عايز نبيع نتايته، اللي هي النتايه دي بص اصلا عامله زي الكشك اصلا قدامه، فاهمين؟ عامله زي نتاية كشك قدامه، يعني الدكر اصلا مستواها عالي عليها. يلا الحمد لله الدكر ده بردك مستواه حلو، يعني انت لو خبيت وشه كده يعني فرد الحمام يبقى غالي. هو بس دماغه ولون عينيه هو اللي مبوظ تقليبه. النتاية زي نبيعها، نجيب له نتاية حلوة كده ليه عليه. هو خايف مش عارف من ايه والله، بس تقريبا عشان غيرنا على المكان. ودول برضك للبيع، محدش عايز يشتريهم ولا ايه؟ دول نزلت بيهم السوق، ده طار من السلاكة هو واخوه، معرفش ازاي طاروا هما الاتنين، ونزلت بالباقي السوق وبعتهم. طاروا من السلاكة وطلعولي. طاروا من السلاكة فين؟ في حوالي 5 كيلو. انا قلت مش هيرجع لان هما زغلين من الفكين رشتين. دكر المراسل ده، دكر الزاجل ده اصلي، ده متباعش اهو، متباعش لان هما مش عايزين دكورة، عايزين نوتي. الزغلول ده حبيبي، ده فاكرين انتوا طبعا وعارفين ده مين وابن مين وليلته كانت ليلة. ده اللي ابوه وامه ما بياكلوش وانا توليت اموره، بس كنت حاطه فوق عشان كنت بنضف. خش يا حبيبي، تختار انهي عين؟ تختار انهي عين من الاثنين يا اما تختار انهي عين؟ احنا مش هنحرمك من حاجه، انت مش عايز تعيش تخش في العين. يلا بصوا، دخلنا العين بتاعته، والدكرين دول بردك ما تباعوش، هنبيعهم بردك ونبيع الدكر ده، نجيب نتاية بوازة. يبقوا قص جمال، انا كنت هجيب النتايه بس ايه، النتايه مش شكل الدكر، بيقول لك نتايه بوظه فرنسي. انا اول مره اشوف النتايه بوظه فرنسي دي، بس عامه كانت عامله 120 جنيه سعرها رخيص، فقلت لا ما هتجنش، واحنا بنعمل حمامتين كويسين، دكر بوظه ونتايه بوظه نفس النوع، ولا نتايه بوظه فرنسي. خلينا في الايه، في الحمام اللي هو النضيف، نبدا ان احنا ننضف، وان شاء الله مره مع مره الناس اللي بتقول ننضف من حمامك اهو بدات انضف. وان شاء الله انتظروا الجديد والجديد شديد، ولو عجبكم الجزء انزلوا اكتبوا رايكم في التعليقات، ويلا سلام.